السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا الكرام، نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى يا ربي آمين في بقاع العالم، ونتمنى يا ربي تحفظنا وتحفظكم وتحفظ جميع العباد يا ربي آمين من هذا الوباء، ويا ربي نطلب اللطف ديالك يا مولانا الكريم. بسم الله وتوكلنا على الله. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه اللي جد جد رائعه وغنيه، يعني فيها طاقه وكتسخن الجسم حتى هي، وفيها بزاف ديال الفيتامينات اللي كيحتاجها الجسم ديالنا، مع اننا حنا في هذا الحجر هذا يعني خصنا نستافدوا شي حوايج من الاكل ديالنا يكون صحي باش كتقوى المناعه ديالنا، ونتجنبوا ما هو اللي كيكون حلو ومصبر، الحاجه اللي كتكون فيها المواد الحافظه والحاجه ديال السكريات نتجنبوها، ونديروا شي وصفات اللي زويولين وساهلين وبساط بساط بساط، يعني ما غيطلبوش شي تكاليف، يعني باقل ثمن كدير وصفه زوينه نتوما كتشوفوا يعني كتشهي، تحطوها لوليداتكم ولا ليكم، راه في الفطور المغرب دابا الانسان راه كيصوم هاد الايام هادي ان شاء الله ديال النصف في شعبان، يعني جايه مع ايام البيض الاثنين والثلاث والاربع والخميس، نذكروا بها اللي بغى يصومها راه من هذا النهار وغدا حتى غدا، اللي بغى يبدا عاد غدا يبدا، اللي ما صامش هذا النهار يبدا غدا ان شاء الله، الصيام حتى نهار الخميس باذن الله غيكون نصف. وهذه هي الوصفه اللي غنقدم لكم ان شاء الله، هربر مع شويه ديال الخضار وتتبيله بسيطه، كل شيء بسيط ومع الهريسه، ونتمنى تنال اعجابكم، وندوزوا دابا للطريقه. هنايا انا خديت واحد المقله درت فيها البصله مشلضه، درت واحد الحبات القرعه صغيره، درت فلفله اصفر فلفله حمراء، دابا غندير لهم واحد شويه ديال الماء، غير ربع كاس الماء باش ما تحرقناش الزيت، واحد ربع كاس الماء، وغندير الزيت البلديه، نضيفو شويه ديال الزيت البلديه، ضروري الزيت البلديه، دابا غنردهم غيتشحروا، وندير الملحه لان الملحه كتخلي الخضر تطلق الماء ديالها، الملحه فاش بغيتو تشحروا اي خضره ولا البصله ديروا الملحه باش كتطلق الماء ديالها، الملحه على حساب القياس هي هذه، دابا غنرجعها تشحر وغنرجع معكم ونوريكم، مازال ما درت لها عطريه، مازال ما درتش الربيع، هذه باش غنبدا وانا نمشي معكم مرحله مرحله. ها هي التوابل اللي غنضيف، عندي شويه ديال الحار السوداني، عندي هنايا شويه ديال الابزار، قزبر يابس، الكمون، ورقه موسى، شويه ديال الفلفله الحمراء، هاد الحبره راه دغيا كتنزل، كتجي بنينة هاد التشرميلة هكايا فيها مع هاد الخضيرات، هانتوما ديك الماء نشف باش ما تبقاوش تقولوا الماء ولا شي حاجة، هانتوما الماء علاش كنديرو في التشحار باش ما كنحرقوش الزيت البلدية ديالنا، لأن الزيت البلدية يعني راه كيف كنقول لكم دايما كنا كنشحرو ديك الشيء، ولكن ملي استفدنا من الدكاترة اللي كينصحونا وديك الشيء كيقول لك ما خصناش نشحرو الزيت، ديك الساعات راه كتحرق وكتطلق ديك المواد المسمومه، يعني اكتفيو بها بشويه د الماء نتوما راه كتجي غد، وغير جربوها يعني، واخا دابا انا نقول لكم ولكن الا جربتوها يعني راه غتستافدو منها، ومغتبقاوش حرقو الزيت البلديه ديالكم، لان حنا كنطيبو بها خصنا نستافدو بها، ماشي نزيدو شي حاجه لي خايبه، عاود نردها ونخليها تعاد تكمل. ها هي دي بزاف، دابا شنو غنضيف لها؟ غنضيف لها الربيع، عندي هنايا قزبر ومعدنوس وشويه ديال الكراس، الربيع خليتو حتى التالي باش اللي بغى يدير واحد الرشيشه ديال الزعتر يديرها، رانا غنديرها حتى انا،
الحرشيش واحد شويه ديال الزعفر صافي، اللي بغى يسندي اللي بغى يدير ازير يديرو. ديك هاد المنسمات اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، راه حتى ازير كيجي معاها مزيان، والزعفر وهذا وزعتره، زعتره كتجي غزاله مع الاشياء اللي كتكون هكا مشعره. دابا غنطفي عليها النار. بنعاد وغنوريكم شنو نديرو بهاد ديك لاصوص اللي صوبنا. هانتوما عندنا هنا هربر، هذا هربر رانا غسلتو مزيان وفزكتو تقريبا واحد ساعتين دالمكانه، وعندي فازك ودرتو يتفور، هو شويه جلبانه يتفور، درتو في الكسكاس ما سلقتوش الماء باش كيبقى هكذايا. نتوما كتشوفو فين الفروز مع الماء ديك النشا ديالو غيتطلق ويبقى شويه تلصق هكذا. المهم فور كيعجبني انا كيجي زوين، وانتوما اللي بغيتو ديروه ديروه. ودرت شويه جلبانه، هذا هو شويه الزعتر اللي غندير. هذا انا لحتو غير شويه الزعتر، زعتر خاصها تشحر في الاول، انا نسيتها دابا درت غير الزعتر. هو دا هربل ديالنا، ها الجلبانه، ها هي هاد الخضيره اللي شحرنا. صدقوني صدقوني هاد الوصفه كتجي غزاله وبنينه، ويعني ساهله تكون كاع تقدروا تشاركوهم وديروها. انا بالنسبه غنقول لكم اللي بغى يديرها شلاضه شلاضه، واللي بغى يديرها طبق يعني رئيسي راه مش مشكل، راه كتشبع يعني كتجي لذيذه. انا غنخلطو نرجع معكم. نخلطو هاد الشيء مزيان هكذا، يعني هذا هربر ماشي ضروري طيبوه، يعني عنده عدة استعمالات. هو كدير هادي كتجي غزاله الشلاضه ديالو ولا وكتشبع. انا خدكم واخا تكون حتى طبق رئيسي راه كتشبع، يعني ما تحتاجوش عاد تقولوا زيدوا شي حاجه مع هاد الحجر هذا، بارك راه كافيه. لان دابا راه الانسان ما خصوش ياكل بزاف، غير جالس ما كيحرقش الدهون، يسن نهار كامل هو جالس، راه ما خصناش ناكلو بزاف، وخصنا نكتفيو بجوج وجبات فقط. هادشي اللي كيقولو لنا دكاتره ديال التغذيه، النصائح اللي كيقدموها، لان الانسان ما كيتحركش وصعيب الانسان يبقى غير جالس وهو كياكل. مع الجلاس كيجيب الشوع كل ساعه، خصك تنوض تاكل. اللهم الانسان شوفوا انتم غير الشكل ديالو كيف كيجي غزال. اللي صايم هاد النهار الله يتقبل الفطور، ان شاء الله يفطر بيه، راه صحي يعني طبق صحي وعامر بالفيتامينات. هانتوما شفتوا على يعني خصكم طبق كيشهي، اللي شوفوا اللوينات كيف كيجي، يعني لا اللي عند الدراري الصغار اي واحد راه غتعجبو هاد الوصفه هادي. واللي بغى يزيد شي خضر يزيدها، واللي عندكم اكتفي به ماشي مشكل، يعني طبق صحي. هو ان هاد هربر ديال الزرع صحي وفيه فيتامينات كثيره مع هاد الخضيرات. هانتوما انا غنقدمو لكم، احنا وجدناه. وانا شنو زدت، درت هنا واحد شويه ديال الزبيب دورتو على هذا باش الدراري يعني ملي كيشوفوا الطبق هكذا بهاد الالوان والزبيب شي حاجه حلوه معاه. واللي بغى يدير الكركاع يديرو حتى هو، المهم شي حاجه عندكم فهو كيجافه بالضر استعملوها. هنا درت الهريسه، لان هاد الهربر بهاد الطريقه اللي صاوبت كيجي معاه الهريسه زوينه بزاف، كتزيد الذو. ونتمنى ينال اعجابكم وفي الصحه والراحه. نتمنى تجربوه لوليداتكم في هاد الايام اللي جالسين في ديورنا الحجر ما كنخرجوا لا والو، يعني تستافدوا شي حويجات اللي صحيين ومفيدين، ونتجنبوا شويه ديال الاشياء اللي فيها السكر، لان الانسان دابا جالس يتجنب ما الاشياء اللي كتكون حلوه، ويدير شي وصفات اللي زوينين ويبغيهم الدراري. ونتمنى تجربوهم وغيعجبوكم باذن الله وبالصحه والراحه، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. ونتمنى من الناس اللي مازال ما التحقوا بالقناه يتابوناو معنا،
وما ينساوش اللايك، واللايك لايك لايك. مرحبا بالجميع.